بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. لو حضرتك ليك دخل بالدولار او حتى بتضارب في الدولار، لو مع حضرتك دولار وشايله على جنب ومستني مش عارف ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه، تابعنا للنهايه. هقول لحضرتك دلوقتي ايه حكايه العقود الاجله اللي انخفضت من 40% ل 31.90، وهل بالفعل ده دليل على انخفاض السوق السوداء او انهيار السوق السوداء في الايام اللي جايه، وهل ده جهد كبير من البنك المركزي هيكون له تاثير في الايام اللي جايه ولا لا. هقول لحضرتك كل الكلام ده دلوقتي وهنتكلم فيه مع بعض، بس يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. اول نقطه حابه حضرتك تعرفها، بالفعل العقود الاجله بإعلان من البنك المركزي تم انخفاضها من 40% ل 31.90، ده سببه الشهادات الدولارية الجديدة. ده في الحقيقة خبر إيجابي جدا، ولكن الشهادات دي المستهدف منها كام؟ مستهدف منها 7 مليار دولار طبعا من المصريين بالخارج وأجانب. لكن الغريب هنا إن السوق السوداء ثابتة عند مستويات ال 38. طيب ليه؟ هقول لحضرتك لأنه السوق السوداء عارفة أنه حتى الشهادات دي هتحمل البنك المركزي أعباء زيادة، لأنه يعتبر قرض، لأنه الفايدة كبيرة جدا جدا على البنك المركزي وتكلفة الشهادة كبيرة جدا. الشهادات للي ما يعرفش، لو حضرتك معاك دولار بتروح تديه للبنك المركزي، والمعلومة الجيدة هنا أنه البنك المركزي هيدي لحضرتك في نهاية المدة 3 سنوات فلوسك تاني بالدولار. ليه بقول لحضرتك الكلام ده؟ هتقولي مش طبيعي ان انا اخدهم بالدولار. هقول لحضرتك لا، كان في مبادره قبل دي انه حضرتك هتحط فلوسك بالجنيه المصري بالدولار الامريكي وتستلمها في نهايه المده او 3 سنوات او السنه، مش فاكره ومش متذكره كانت قد ايه، ولكن في النهايه بتاخدها بالجنيه المصري. ولكن هنا البنك المركزي تعهد بانه حضرتك هتاخد فلوسك بالدولار الامريكي. ناس كتيرة جدا قالت بما انه هصرف العائد بالمصري يبقى هاخد الفلوس في نهاية المدة بالمصري. هقول لحضرتك لا، انت مش هتصرف العائد بالمصري ولا حاجة. الشهادات نوعين، اما 7% واما 9%. 9% دي مدة 3 سنوات، يبقى حضرتك هتاخد 27%، دول حضرتك هتاخدهم مقدما بالجنيه المصري، لكن حضرتك في النهاية هتصرف الشهادة او فلوس حضرتك اللي حطيتها بالدولار الامريكي. الشهادة التانية 7% بتاخدها كل 3 شهور، حضرتك بتاخدها فبتقف تقريبا بحوالي 20-21%، ولكن حضرتك بتاخد بالجنيه بالدولار الامريكي. وعلى فكرة لازم تكون حضرتك عارف بالفعل ده عبء كبير جدا 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 على البنك المركزي، لانه في الولايات المتحدة الامريكية اعلى فايدة في امريكا كلها هي 5.5، فلما تعمل له فايدة 7% ده يخليك تجذب اجانب اكتر من المصريين في الخارج، لانه احنا للأسف الحقيقة عندنا المصريين في الخارج في بينهم ازمة وبين القطاع المصرفي، لكن الاجنبي ما عندوش مشكلة لما يلاقي بلده بتدي 5.5 وحضرتك بتدي 7%، لا يجي لحضرتك طبعا 7% و9% عند حضرتك احسن وافضل بكتير. عشان كده متوقع ان الشهادات هتجذب ارقام قياسية وان شاء الله هتحقق تارجت كبير جدا. هنا بقى النقطة، هل ده حل؟ هقول لحضرتك انه كتير من المحللين الاقتصاديين المصريين وغير المصريين بيقولوا للأسف انه ده مش حل، لانه ده مسكن. طيب ليه؟ لان هم شايفين انه حضرتك بتتعامل بنفس طريقة الاموال الساخنة اللي تم خروجها قبل كده او تخرجها من مصر قبل كده، بمجرد ما حسوا بخطر المبلغ تم تخرجه تماما. هتقولي هو ده حصل قبل كده؟ هقول لحضرتك للاسف ايوه، السيناريو ده اتكرر قبل كده في 2017 او نهايات تقريبا 2016، كان عند حضرتك اموال ساخنه بقيمه 22 مليار دولار. اموال ساخنه، لما حصلت الحرب الاوكرانيه في 2022 كل الناس انسحبت بفلوسها، طبعا بسبب تخوفات من كل اضرار الحرب اللي طالت كل الاقتصادات في العالم. ساعتها شفنا اول رحله لارتفاع الدولار الامريكي وضعف قيمه الجنيه المصري، لحد دلوقتي الازمه برضو بتزيد. وللأسف هي دي نفس القصة اللي بتتكرر دلوقتي، حضرتك الفلوس دي تعتبر ايه؟ تعتبر قرض. حضرتك المشكلة عندك انه انت بتعمل حسابك انه الفلوس دي خلاص موجودة عندك وبتحطها في حساباتك وخلاص، بتبقى عارف ان الفلوس دي هتبقى موجودة عند حضرتك، وبمجرد ما بيتم تخارج الاموال دي بتلاقي عملتك بتنهار اكتر، لانه حضرتك بتكون بدأت تعتمد على الاموال دي في كل استهلاكك والتزاماتك الشخصية والشهرية وكل شيء، ولانه حضرتك بتكون اعتمدت على الاموال دي في كل التزاماتك واستهلاكك وكل شيء عندك، بتبقى عامل حسابك انه هتسدد منها شيء او هتعمل منها شيء، بمجرد ما يحصل لا قدر الله اي شيء او اي خطر الاموال دي بتحسه بتبدا تسحب، الناس بتبدا تسحب فلوسها. وعشان الامر ما يسوقش اكتر حضرتك
بتضطر انه تصفي لهم حاجتهم وبتدي لهم فلوسهم، مفيش اي مشكلة عشان خاطر المستثمر في الاقتصاد المصري والمستثمر في الاقتصاد يعني المستثمر الامريكي يبقى عنده ثقة في الاقتصاد المصري. وده حصل بالفعل قبل كده، وتم تخارج مبلغ رهيب جدا جدا في شهر واحد كان يهز اقتصاد اي دولة، ولكن مصر كانت ملتزمة جدا جدا وكل اللي ليه حاجة اخدها. وطبعا للأسف مش هننسى التزاماتنا أمام صندوق النقد الدولي اللي كان يعني، وكمان للأسف مش هننسى التزاماتنا أمام صندوق النقد الدولي اللي كان بيحتم على حضرتك كل شوية تخفيض لقيمة عملتك. عشان كده المحللين الاقتصاديين بيقولوا ان ده مجرد مسكن، مش حل جذري، يعني مش حل جذري للمشكلة، والمستهدف منها أصلا 7 مليار دولار. على فكرة المبلغ مش قليل، هم ليه مستقلين بيه؟ على فكرة القرض بتاع صندوق النقد الدولي كله على بعضه 8 مليار دولار، يعني مبلغ تقريبا قريب من ده. لكن القصة هنا انه برضو بعد مرور 3 سنوات حضرتك هتكون مطالب برد الفلوس نفس طريقة الصندوق بالظبط، او الدولارات دي، وكمان لان اصحابها وقت استرداد الشهادات الدولارية هياخدوا، هتبقى انت حضرتك دفعت المبلغ ودفعت قيمة تكلفة الشهادة او فوائد الشهادة اللي عالية جدا. وهو ده يا جماعة الشهادات الدولارية بالاضافة لتكلفتها العالية جدا جدا، لكن برضو هي سبب انخفاض العقود الاجلة. بدأت البنوك تحس باموال جديدة بتدخل ليها النهاردة، الاموال العقود الاجلة 31.90 قرش بعد 40%. هو اللي بيحصل ده ممكن يضمن لحضرتك حاجة واحدة بس، وبالفعل هي موجودة دلوقتي، هو ثبات السوق السوداء عند المستويات الحالية اللي هي 38 جنيه، أو يضمن لحضرتك إنه مش هيكون فيه تحركات مرعبة في السوق الموازي. ودي طبعا بتضاف لكل يعني لكل جهود البنك المركزي في المبادرات الأخيرة، سواء برنامج الطروحات الحكومية اللي وفر لنا 1.9 مليار دولار، ومستهدف كمان توفير 1 مليار دولار آخر الشهر الحالي، وكمان زيادة عائدات السياحة بنسبة كبيرة جدا، زيادة واردات قناة السويس في النقد الأجنبي، كل ده وطبعا تقليل فاتورتك الاستيرادية، كل ده خلى فيه ثبات في أسعار الدولار في السوق السوداء. ما فيش ارتفاعات جنونية، واقفين عند مستويات 38. انا قلت لحضراتكم كتير جدا مشكلة السوق السوداء زي ما قلت لحضرتك قبل كده المعلومة، وكمان البنك المركزي عنده معضلة كبيرة جدا امام خيارين، مضطر انه يفصح بشفافية كبيرة جدا عن كل الواردات بالنسبة له او كل شيء بيحصل عنده. ده ليه؟ علشان خاطر المستثمر الأجنبي يكون عنده ثقة في الاستثمار المصري، عشان يبقى عارف ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيدخل البلد وايه اللي بيخرج منها. فطبعا السوق السوداء كل حاجة بتبقى واضحة قدامها تماما، بيبقوا عارفين قد ايه البنك المركزي قدر يوفر كمية من الدولار، ايه اللي حصل، ايه اللي بيخرج، ايه اللي دخل، كل الكلام ده كله. كمان المشكلتين الأساسيين اللي مصر كلها حست بيهم في الأيام اللي فاتت واللي استنفذوا كتير جدا من طاقة البنك المركزي في توفير الدولار، طبعا كلنا شايفين حكاية انقطاع الكهرباء، بقالنا يومين مفيش انقطاع للكهرباء، طبعا ده لأنه الدولة استوردت كميات كبيرة جدا أو شحنات كبيرة جدا من المازوت، طبعا ده بالنقد الأجنبي، يعني تم استنزاف جزء من الفلوس اللي أو الدولارات اللي تم تدبيرها. الجزء الثاني طبعا كلنا عارفين روسيا تخرجت من مبادرة الحبوب، فده خلى الحبوب قليلة جدا في العالم كله وارتفاع أسعار بشكل رهيب جدا. يعني لو حضرتك كنت بتصرف على القمح 10 مليون، بقيت دلوقتي عايز 20 و30. كل ده البنك المركزي للأسف بيفصح عنه غصب عنه، عايز تبقى الناس عارفة ايه اللي بيحصل بالظبط ويكون فيه شفافية في الاقتصاد المصري. طبعا السوق السوداء عند الناحية التانية مترقبة كل شيء، عارفة ان حضرتك عندك اعباء كبيرة جدا جدا، وان اللي بيتم تدبيره مش كافي او مش وافي لانه يتم القضاء على السوق السوداء. ولكن اعتقد انه على نهاية السنة الحالية البنك المركزي هيكون عنده خطة مدروسة كبيرة جدا للقضاء على السوق السوداء تماما. لحد دلوقتي مش شايفين ارقام معلنة غير الارقام اللي انا قلتها لحضراتكم دلوقتي، لكن بنتمنى انه في الايام اللي جاية البنك المركزي يقدر يوفر كميات كبيرة من الدولار ويتم القضاء على السوق السوداء تماما. كمان عندنا بكرة ان شاء الله اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي، ممكن يكون في تعويم ولو ان ده مستبعد حبتين ثلاثة في الاجتماع ده، ممكن يكون الاجتماع القادم قبل المراجعة بتاعة صندوق النقد الدولي بكم يوم.
ولكن ساعات كتيرة جدا بتحصل والبنك المركزي بيفاجئنا بالتعويم. هنشوف ايه اللي هيحصل بكرة ان شاء الله، وهنقول لحضراتكم بعد الاجتماع على طول. واتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد بالنسبة لحضراتكم واستفدتوا منه ولو بمعلومة واحدة، وانتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، واشوف حضراتكم في فيديو جديد وخبر جديد. في امان الله.